أشياء. بس في بعض الانتقادات أنت لست خبيرة تجميل، يعني مش خبيرة مكياج أو مش يعني أنا ما كان عندي يعني كنت أعطي ميك اب دورات ميك اب، كنت أحط ميك اب هذا بالبدايات، لكن لما جتني فرص وايد مثلا حضورات وفي إعلانات وفي وايد أشياء، especially إحنا بالكويت عندنا سوشيال ميديا شيء وايد كبير، فحلوة الفرصة وليش لا.